مرحبا بكم من جديد ومرحبا بكل اللي انضموا لمشاهدتنا الآن في هذه المساحة اللي خصصناها للحديث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وبنقول كل عام وأنتم بخير لكل اللي بيشاهدونا الآن ولكل اللي انضموا الآن لمتابعة هذه المساحة. ونرحب من جديد بضيوفنا داخل الاستوديو، دكتور عادل حسن حمزة ودكتور صلاح الدين الخنجر ودكتور الأمين الجاك. ويعني قبل ما نطلع من الفاصل تناولنا يعني جوانب مهمة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الهجرة بالتحديد، وكيف كان خلفية اتخاذ القرار والتضييق اللي تم على المسلمين في مكة المكرمة قبل الهجرة. معك دكتور صلاح الدين، نتناول يعني أهم المواقف اللي حدثت مباشرة بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، أو قصة خروجه من مكة ووصوله إلى المدينة، عدد من المشاهد اللي كان رفيق فيها أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. يا سيدي يا رسول الله، من لنا سواك نحبه أو نعشقه، ولك الملاحة والجمال المطلق، وكل روح أنت سر وجوده، وعليه من معنى بهائك رونق، رقت حواشي الحسن فيك فأهله، قتل هواك وكلهم لك يعشق، من مات في دير الهوى بك صبوة نال الشهادة وهو حي يرزق. كتب أحد كتابا سماه اللآلي والدرر في هجرة سيد البشر، فكلها لآلي ودرر لأنها مرتبطة بالسيد المطاع صلوات ربي وسلامه عليه. ونحمد الله بأن هذه السيرة محفوظة بسندها وإسنادها، الزمان والمكان والمحطات كلها مدونة، ومحطات الهجرة كلها مهمة، وكلها أحداث وفيها الدروس وفيها العبر. صحيح. لكن دعني أغف ثلاث وقفات أو أربع. نعم. باختصار. نعم. الوقفة الأولى عند خروجه صلى الله عليه وسلم، وهو ينظر إلى الآكام وإلى الأشجار وإلى الجبال وإلى المعالم وإلى البلد الأمين، فتزرف عيناه، أليست هي دعوة إلى حب الأوطان؟ ومنه صلى الله عليه وسلم نتعلم الأوطان التي أصبحت ضيقة بأهلها، والوطن الحقيقي هو الذي نقيم فيه لله شرعا، وأن نقيم فيه عدلا، وأن نقيم فيه دولة، وأن نتعلق به دعانا إلى ذلك داعي الدين والشريعة والعقيدة. والله إنك لأحب البغاء إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وبينما تزرب عينان نزل الأمين جبريل بقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا درس مهم جدا في الزمان الذي نعيشه، لأن الوطن لم يعد هو الوطن. نعم. وهناك أشياء تقدم أحيانا على المواطن وحقوقها، إذا ارتبطت المسألة بعقيدة ودين فهنا الوطن الضيق يكون واسعا، الدين والبلدة التي أنت فيها. نعم. ننحاز إلى دين الله عز وجل. نعم. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، مهما كانت الضغوط على الإنسان، لأن مفارقة الأوطان من أصعب الأشياء على العبد، صعبة. نعم. فيكون الشعار المرفوع: ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين كل العالمين خراب، وإذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وده شعار سيدنا موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. نعم. لأجل خاطرك ولأجل رضاك يا الله. نعم. المحطة الثانية اللي هي الغار. نعم. وطبعا غار محدد، ونميل إلى جوانب روحية. نعم. قد نجدها في بعض كتب السير والتاريخ، ومنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار، وهناك كثير من العوالم التي شاركت في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم: الشجرة التي أنبتها الله، الحمامة التي تبيض، وكذلك العنكبوت التي تنسي. ولا أقول خارج النص، الحمامة الذي يوجد في الحرم الآن من نسل الحمامة التي باضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كله على شكل واحد وعلى هيئة واحدة. والإمام الشافعي عنده: من قتل حمامة في الحرم فإنه يفديها بشاة كاملة، سبحان الله، لأجل جدتها، يا سلام، وهي الحمامة التي باضت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل العنكبوت،
هذا الخيط الذي نعتبره من أوهن البيوت حمد به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أسباب مع خوارق العادات. يأتي الكفار إلى فم الغار ويقول سيدنا أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يثبته، يقول والله لو نظر أحد إلى موضع قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل الإمام الغسطلاني، والله يا أبا بكر لو جاءونا منها هنا لخرجنا منها هنا. ومع إشارة النبي بالأصبع قال نظرت إلى الجهة التي أشار إليها رسول الله، فوجدت فيها نهر متصل بالقار، وفي النهر سفينة، وفي السفينة جمع من الجنود لا يعلم عددهم إلا الله. طبعا القرآن يعطينا إشارة وأيده بجنود لم تروها. الجنود المرئية نتحدث عن الشجرة، عن العنكبوت، نتحدث عن الحمام، لكن هناك جنود غير مرئية. لا يمكن أن ننسى سراغ ابن مالك وكذلك أم معبد الخزاعية من ضمن محطات الهجرة وأخذ الدروس والعبر الممزوجة بالمحبة والشوق، وأن الجمادات كلها تتفاعل مع رسول الله. جائزة تقدر بمئة ناقة محملة بالبضائع والأثغال لكل من أتى برسول الله حيا أو ميتا على حد قولهم. وحتى ينال صراغ هذه الجائزة ذهب نحو النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الحب يقولون الدخول في الغار سار عقلنا بخبر يقين عن الصغات نقلنا. ولما خرج وهو يلحق برسول الله ساخت غوائم فرسي في الأرض، فجعل ينادي الأمان الأمان يا رسول الله. نحن الآن في شمس السودان التي لا تغيب أيضا نقول الأمان الأمان يا رسول الله، لا إله إلا الله الأمان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلطان. وأبو معبد يخرج يبحث ويلتمس بين السهول والجبال والطرقات بحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي ينزل عند أم معبد، ويأتي هذا الرجل ويقول من أين لك باللبن ولا حلوب في البيت والشاة عازب، من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ فتقول بعبارة مختصرة، والله لقد مر بنا رجل مبارك، مبارك بن غسين. فيقول لها صفي لي هذا الرجل. وهي الكلمات التي استمعنا إليها من الأخ دكتور الأمين الجاك. فتقول رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه السجلة ولم تزر به الصعلة، وسيم غسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا أكحل، إن صمت فعليه الوغار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاهم وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هزر، له رفقاء يحفون به، إن تكلم يستمعوا لقوله، وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم، وما يحدون إليه النظر تعظيما وإجلالا، محفود محشود لا مفند ولا عابس. طبعا هي واحدة من ضمن الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف البديع يعني، وهذه التفاصيل وهذا السرد، وفي معاني حقيقة نحن بنحتاج إن يعني توضيح لنا. الدكتور عبد الله الطيب شرح هذه الكلمات فيما يزيد على 300 صفحة. سبحان الله. طبعا هي عبارة عن متون تحتاج إلى شرح. نعم. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فغيل له الحبيب. ومع أنها أوصاف جميلة ونظر إليها بأنها كاملة، لكن هي لتغريب الأفهام. نعم. وإلا الحبيب المصطفى ما دراه إلا الذي سواه. سبحان الله. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله. نعم. سيدنا أنس يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله. وكأن الشمس تجري في وجهه، عينه ترمي الغزال ويحق قلبي من سهام
نبلة، هي تغريب للأفهام والأذهان. نعم. وإلا فالكمال الجمال المحمدي حارت فيه العقول صلوات ربي وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام. نعم. ده موقف أم معبد، ويعني حديث أم معبد. في شنو تاني من المواقف أيضا ممكن نمر عليها قبل وصول للرسول صلى الله عليه وسلم وملاقاته للأنصار وهم في المدينة؟ طبعا شات أم معبد. نعم. أيضا محطة، وكذلك تأمين النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سراغة، والثعبان الذي كان يمني نفسه برؤية رسول الله. طبعا دخل سيدنا أبو بكر الغار قبل النبي وجعل يمزق حتى ملابسه لنصرة وفدائية النبي، ولم يبغ إلا ثغب واحد، فوضع رجله على فم الثغب، طبعا الإشارة البعيدة، لدغه هذا الثعبان حتى زرفت عيناه، وهو يخاف على رسول الله أكثر من نفسه. أهل العرفان يقولون هذا الثعبان، لأن الإنسان العادي قد يحمي نفسه. نعم. بالأذكار وبالأوراد وبالحرز. نعم. وبأهل الفضل والصلاح وهو بجوار رسول الله، لكن هذا مخلوق كان يشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فلدغ الصديق وزرفت عيناه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. أما سراغ ابن مالك، النبي يخبرنا بالمستقبل ويقول له ارجع ولك سواري كسرى، وده حصل في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب، مع الأخذ بالأسباب في خوارق عادات في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك شاتي أم معبد. يعني قبل الوصف الجميل، طلب النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء من الطعام؟ نعم. وأصلا هي امرأة كانت تكرم المسافرين والمحتاجين، وهذه دعوة نستصحب معنا المرأة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أسماء ذات النطاقين والسيدة عائشة وزوجات النبي، وهنا أيضا أم معبد الخزاعية. نعم. حتى نقول بأن المرأة حاضرة في هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقالت والله لو كان عندنا شيء من الطعام لما أحوجناكم، أصلا نحن نجلس في غارعة الطريق لأجل أن نكرم المسافرين. ونظر النبي إلى شاة في الخيمة، وإذا بها هذه الضعيفة لم يطرغها الفحل كما جاء في أوصافها، ودعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على ضرعها، فتفاجت بين رجليها وحلب النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد أيضا بأن العظماء والقادة يباشرون الأمور الدنيوية بأنفسهم. نعم. يحلب شاته، يخصف نعله. نعم. يكون في مهنة أهلي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ولم يرى متكبرا ولا مترفعا، فامتلأ الإناء باللبن وشرب العامل الرفيق. طبعا هذا مختلف فيه، هل هو مسلم أم أنه غير مسلم؟ نعم. وده يجرون إلى مسألة الاستعانة بالإنسان وهو على غير دين. نعم. على غير عقيدتنا. نعم. وهذه المسألة نحتاج إليها في دروس الهجرة. صحيح. لأنه بعض المهووسين دينيا الآن. نعم. تجدهم ما بين تطرف وإرهاب وقلو وتكفير. مم. والكافر وإقامة. صحيح. دين الله ودولة الإسلام، رفض كامل للآخر، رفض كامل لكل من يعني يعتقد بعقيدة أخرى أو النجاشي أخرى. الذي استجار به الصحابة ما كان على ديننا. صحيح. نعم. وطبعا نصراني. نعم. لكن مع هذه النصرانية اذهب إلى الحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد من الناس. وهذا الرجل على كفره وشركه، النبي صلى الله عليه وسلم يقدم له اللبن بيده. يا سلام. ولما شرب رسول الله سلام. سيدنا أبو بكر عنده برمجة يعني بالحبيب المصطفى إذا صحت العبارة، يقول شرب رسول الله حتى ارتويت. يا سلام. الذي شرب هو النبي، لكن شرب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شرب لأبي بكر الصديق. المحطة من حيث الظرف المكاني من معبد الخزاعية. نعم. هي طبعا قريبة جدا من المدينة المنورة. نعم. آملين أن تعود هذه الآثار ولو بثوب جديد. نعم. نحافظ عليها، يعني إذا كتبنا هنا خيمة أم معبد. نعم. ما الذي يضر ونحن نحافظ على أثار الملوك وعلى أثار الأمراء وكذلك القادة. نعم. وده حضارة مروي والبركل. صحيح. تاريخ للآباء والأجداد. صحيح. الأولى أن نؤرخ ونحفظ آثار
مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعبد مكانا ولا زمانا ولا وسنا، لكن عندما نقول هنا خيمة أم معبد فنرجع إلى الوراء والتاريخ التليد ونربط ذلك بحاضرنا، بل يمكن أن نستفيد ماديا. صحيح. السياحة الآن صحيح. الدول تستفيد منها. صحيح. وهي مرتبطة بأشخاص ما يليق ولا يصل إلى مكانة الصحابة. صحيح. أو من هم دونهم. نعم. يمكن يعني هي تفاصيل الهجرة وسيرة الرسول عليه وسلم عموم هي يعني لا تختصر، ويمكن حلقات وحلقات ومساحات ما بتكفيها، ولكن نحن يمكن يعني بنحاول ندخل في رهان نستعرض أهم الأحداث، وهي كلها مهمة في لحظات ودقائق معدودة معاكم مشاهدينا. كمان دايرين نسمع منك دكتور الأمين نجاك إنشاد. طيبة ميثاق علي قديم، إذا ذكرت يوما لدي أهيم، وما ذاك إلا أن فيها محمدا رسول الهدى روح الوجود مقيم. هو الشمس إلا أن في الكون نوره يدوم، ونور الشمس ليس يدوم، هو البحر عم الكائنات بفضله بساحله كل الكرام تعوم. هو الدهر عم الخلق شامل حكمه، وما عهده في النائبات ذميم. هو العبد عبد الله سيد خلقه، له الكون عبد والزمان خدوم. هو العبد عبد الله سيد خلقه، له الكون عبد والزمان خدوم. رسول الهدى يا أعظم الناس نائلا، ومن جوده في العالمين عميم، ومن هو في الدارين خير وسيلة. شفيع لدى الرب الكريم كريم. تدارك أغثني يا رسول الله، تدارك أغثني في أموري، فإنني عرتني هموم مسهن أليم. وما ذكر تفصيلاتها لك لازم، فأنت بأسرار الغيوب عليم. تدارك أغثنا يا رسول الهدى، يا أعظم الناس نائلا، ومن جوده في العالمين عميم. تدارك أغثنا في الأمور، فإننا عرتنا هموم مسهن أليم.
وما ذكر تفصيلاتها لك لازم، فأنت بأسرار الغيوب عليم. ما ذكر تفصيلاتها لك لازم، فأنت بأسرار الغيوب عليم. اللهم صل وسلم وبارك. مبارك على سيدنا محمد. شكرا جزيلا دكتور الأمين الجاك. دكتور عادل، يعني تناولنا مع دكتور صلاح الدين يعني مشاهد من خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة وصوله إلى المدينة. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتم استقباله واستقبال حفيه من أهلها، وأيضا من سبقوه من مهاجرين. أول يعني من شغل به الرسول صلى الله عليه وسلم، شنو أول الحاجات اللي يعني وضع يده عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ونحن كمان بنتكلم الآن على توجه إلى تأسيس دولة إسلامية. الحديث يمكن يعني أن يعود إلى حيث يعني بدأت، بسؤال عن يعني لماذا الهجرة، أو لماذا كانت البداية في مكة ثم الانتقال إلى المدينة؟ نعم. ولماذا لم تكن البداية في المدينة؟ نعم. حيث الأتباع وحيث الأنصار الذين يعني توفرت كل الأسباب النفسية وتهيئوا بسهولة ويسر لاستقبال الإسلام. نعم. واستقبال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. هو التشريع الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤسسا له ومبينا له. نعم. لأننا يمكن أن نسأل يعني أيضا أو نتساءل في جانب آخر، لماذا لم تكن الهجرة كالإسراء والمعراج؟ نعم. ولماذا كل هذه المخاوف وهذه الأخطار التي يعني واجهها النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق والمهاجرون الذين يعني سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أولئك الذين يعني استضعفوا ومنعتهم الموانع من الخروج قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولحقوا به فيما بعد، كل ذلك مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موقف الهجرة وفي مسار الهجرة وفي طريقها من أولها إلى آخرها مشرعا لهذه الأمة ومقاعدا لقواعد التشريع التي يجب أن ينظر إليها المسلمون بعين الاعتبار. بخلاف الإسراء والمعراج الذي كان في جزء من الليل، يعني طاف النبي صلى الله عليه وسلم وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ووصل صلى الله عليه وسلم إلى أعلى العلا وإلى وجاوز السماوات، كل ذلك كان في بعض ليلة. وكان هذا أيضا من قدرة الله المطلقة أن يحدث في الهجرة، لكن ذكر العلماء أن الهجرة كانت في مقام التشريع والإسراء والمعراج كان في مقام الحفاوة والتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، مع أن أحداث الهجرة التي استمعنا لبعض تفصيلاتها من الأخ الحبيب الشيخ الدكتور صلاح الخنجر، مع أنها كانت في مقام التشريع، لكن أيضا حفتها تلك المكارم وذلك التكريم الإلهي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فامتزجت الأسباب مع خوارق العادات. من أول يعني بداية الرسالة ومنذ الوهلة الأولى في الدعوة، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج وسيخرج من مكة. والقصة مشهورة، يعني لما يعني ذهبت السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما ذهبت معه لورقة بن نوفل، ورأت أو أرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه ما رأى في غار حراء، فأجابه ورقة بأن الذي رآه هو الناموس الأكبر الذي كان يأتي سيدنا موسى عليه السلام، وقال له: ليتني كنت فيها جذلا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟
فقال له ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا يعني عوديا. فننظر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد في مكة ونشأ في مكة وأوحي إليه في مكة، لكن علم بأنه سيخرج منها في الأيام الأولى يعني دعوته ورسالته. نعم. كذلك علم أنه سيعود إليها في اللحظة أو في الوهلة الأولى للخروج منها، حينما يعني نزل عليه سيدنا جبريل بالآية التي تلاها أيضا الشيخ الخنجر، وهي قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا سيعود إلى مكة، وقد كان وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يعني فاتحا منتصرا في الفتح المبين، ولكن أيضا كانت بعد ذلك العودة إلى المدينة لما خشي الأنصار أن يستقر المقام بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لأنها هي يعني بلده ووطنه، وأن لا يعود إليهم بعدما يعني رأوا ما رأوا من أنواره صلى الله عليه وسلم وبركاته. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بل المحيا محياكم والممات مماتكم. لذلك كان تأسيس دولة الإسلام كلها في المدينة. نعم. يعني هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجد المسلمون بلاء وابتلاء في مكة، وأن يجدوا يعني تلك المعاناة ويواجهوا تلك المضايق والأخطار والتعذيب، ويعني ما وجدوه يعني في سبيل الإيمان بالله تعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف الأمر يعني تماما حينما تمت الهجرة واستقر المقام يعني بالمسلمين في المدينة المنورة التي سميت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسميت بالمدينة المنورة لأنها تنورت بمجيئه. لحظة دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، كما قال سيدنا أنس بن مالك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. لذلك يعني حينما قال أضاء منها كل شيء ما استثنى شيئا، ولذلك يعني كانت الأنوار الحسية والمعنوية لائحة على المدينة. الأنوار المعنوية ذلك النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نور الإسلام، نور الدعوة، الذي يعني غزا القلوب وتفتحت به الأفئدة والأفهام والأبصار والبصائر. فبدأ تأسيس دولة الإسلام بتشييد المسجد وببناء المسجد. نعم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بالأناشيد وبالأهازيج وبالفرح، ما كان استقبالا فاترا ولا صامتا ولا عابسا. نعم. وهذا يعني هذا الحدث يجب أن يكون حاضر في أذهان جميع المسلمين، حتى يعني نغير يعني تلك الصورة الشائهة التي يحاول البعض أن يظهر بها الإسلام. نعم. من القتامة، من الكآبة، من تقطيب الوجوه، من الشدة، من العنف. يعني ليس دين الإسلام يعني بهذه الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الرسالة، جاء بهذا الدين مجرد يعني وصوله إلى بلد التأسيس وإلى مدينة التأسيس، وهي المدينة المنورة. كانت يعني هذه المعاني من الفرح ومن الأهازيج حاضرة في استقباله. نعم. صلى الله عليه وسلم بطلع البدر علينا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم وبادلهم يعني حبا بحب وشوقا بشوق. ما انتهرهم. صحيح. ما زجرهم. صحيح. ما قال لهم هذا الذي جئتموه بدعا. صحيح. أو شركا أو ضلالا، ولم أتي يعني بهذه التي ينظر إليها بعض الناس باعتبار أنها كأنها مصادمة للدين أو مخالفة لهدي سيد الأنبياء والمرسلين. ده المظهر اللي اختاره أهل. نعم. المدينة للاحتفاء بالرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم بقدومه. واستمر الأمر يعني ما وقف. نعم. يعني هذا المشهد في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم حينما. نعم. يعني ندبهم لبناء المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يعمل معهم ويحمل الحجارة على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرتجزون أيضا ويقولون تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدغنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وكانوا أيضا يعني يرتجزون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ويمدون بها أصواتهم. يعني كأنهم يرتجزون وكأنهم يعني يقولون هذه الكلمات بما يسمى الآن باللحن. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسمع ويجيب ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة
وأيضا يمد بها صوته وهكذا. حتى في الغزوات التي يعني تمت بعد ذلك وحينما يعود النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا ومنتصرا يعني في هذه الغزوات فكان يستقبل أيضا بمثل هذه الأهازيج والفرح. وأقول أن فترة المدينة المنورة حملت هذه المعاني الروحية التي هي الآن أصبحت موروث لأهل الإسلام الأصيل خاصة في بلادنا هذه السودان، فهم يرتجزون ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويرتبطون بكل المناسبات التي لها ارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالهجرة، بالإسراء والمعراج، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فتحيا فيهم هذه المعاني التي أحياها النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار والمهاجرين. وجاء القرآن الكريم أيضا يعني يتنزل ويمتدح هذه الخصال التي يعني ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار. فنقرأ يعني قول الله عز وجل: للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ويمتدح الأنصار بقوله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فامتزجت معنى الصدق والإخلاص والكرم والإيثار، صدق والإخلاص من قبل المهاجرين، الكرم والإيثار من قبل الأنصار، والرسول صلى الله عليه وسلم وأخي بينهم، أخا بين المهاجرين والأنصار. فقامت دولة الإسلام وأسسها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني التي لو رجعنا إليها بعد هذه السنين الطويلة لتغير يعني حال الأمة وحال المسلمين إلى أحسن الأحوال. سبحان الله. يعني كان هنالك الكثير من المواقف، تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع العنصرية اللي كانت موجودة في ذلك الزمان، ويعني حتى التدريج في التعامل مع العبودية، ويعني هذه معاني أيضا ارتبطت بتأسيس الدولة كأنها هي لا يعني لا تتماشى، ودولة متحضرة هنالك فيها يعني المساومة بين الغني والفقير والمساومة في الحقوق وكذا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل هذه المعاني يعني بدأ حتى في بداية الدعوة في مكة. نعم. وانتقلت يعني بخلقه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وتعامله. نعم. يعني مع صحابته، مع بلال الذي يعني كان يعني عبدا في مكة صار سيدا. سيدنا عمر يقول بلال يعني أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يا سلام. رفع إلى هذه الدرجة بمبادئ الإسلام السمحة وبأخلاقه التي آخت بينما من كان في الجاهلية عبدا ورفع يعني في الإسلام فصار سيدا يعني يفاخر به الأسياد. لذلك يعني هذه المعاني التي يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على يعني إقامتها بين المسلمين هي المعاني التي تضمن وتكفل لهذه الأمة أن تسود وأن تعود إلى مجدها، يعني خاصة ونحن يعني نعايش كثير يعني من التداعي الذي يعني حاط بهذه الأمة. صحيح. لكن لو رجعت إلى هذه المعاني التي أسس عليها النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، يعني كما قلت يعني يمكن أن يتغير الحال، ويمكن أن يخرج المسلمون من الهجرة النبوية بكثير من الفوائد. صحيح. ويستفيدوا يعني كثير من المواقف التي هي كانت يعني اصلا عباره عن دروس وعبر باقيه يعني باقيه ما يعني باقيه الحياه. نعم. ايضا معك دكتور صلاح الخنجر، يعني نتناول برضو جانب الاداري للرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع كل المعطيات في المدينه، ويعني تفاصيل ايضا تحتاج الى تدبر الى توقف. ومن الاهميه بمكان ان نذكر المسجد. نعم. الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقوى من الله ورضوانه. نعم. وأن نذكر كذلك الإخاء. نعم. المجتمع الآن يعاني من أزمة أخلاقية. صحيح. يعني قبل الأزمة السياسية والاقتصادية، ونزعنا ما في الصدور من قل إخوانا على سرر متقابلين. من الأهمية بمكان أن نذكر الدستور الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية. نعم. هذه دعائم وثوابت ومرتكزات تقوم عليها دولة الإسلام. نعم. والمدينة المنورة هي نموذج للدولة الإسلامية. نعم. طبعا ما دولة الشعارات
الأكاذيب والأساطير، لكن دولة بحقها ومستحقها. ومن ضمن بنود الدستور الإسلامي في قوانين غير المسلمين، هذه الدولة وسعت حتى اليهودي، وكلنا نذكر في السيرة بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. الدستور الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون يأخذ بذمتهم أدناهم، تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. الآن علينا أن ننظر إلى حال الأمة الإسلامية، وأن ننظر إلى الدولة الإسلامية، وأن ننظر إلى عالمنا الإسلامي. والبعض يتشدق بأن القرآن والسنة لا يصلحان لإقامة دولة. رسالة ابن أبي زيد الغيرواني يمكن أن نقيم بها دولة عادلة. والمدينة المنورة حتى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضرب المثل في العدالة والقيم والإدارة والزهد والتفاني وحب الخير للآخرين. لسنا بعيدين من مندوب كسرى الذي أرسل لأجل أن ينظر في حال أمير المؤمنين. نعم. سيدنا عمر. نعم. وهذا الرجل يسأل أين أمير المؤمنين وأين غصر أمير المؤمنين، فقيل له أمير المؤمنين خارج المدينة بلا غصر بلا جنود، جالس تحت ظل شجرة تحت عباء بالية. فالرجل جعل يحد النظر في سيدنا عمر. طبعا هذه رسالة توجه إلى كل قائد وإلى كل حاكم في عالمنا الإسلامي. قال له كلمات: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. وهذا الكلام ترجمه شاعر النيل حافظ إبراهيم، يقول: وراع صاحب كسرى لما رأى عمرا بين الرعية وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس إن لها سورا من الجند والأحراس تحميها، رآه مستغرقا في نومة فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها فوق السرى، تحت ظل الروح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عين ما كان ينظر من الأكاسر والدنيا بما فيها، وغال غولة حق أصبحت مثلا والجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أغمت العدل بينهم فنمت نوم غرير العين هانيها. إذا كانت النهاية المدينة المنورة وهي نموذج لدولة الإسلام، دولة الإسلام المدنية الشرعية الدينية تحتاج في المقام الأول إلى قيادة جيدة. صحيح. والأسوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يأتي الصحابة ويشكون الجوع، وما من أحد إلا وربط حجر في بطنه. نعم. هنا نجد القيادة، كشف النبي عن بطنه فوجدوا فيها حجرين، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم. ولا يمكن أن نتحدث عن القيادة الجيدة بمعزل عن العنصر البشري. نعم. الآن الحديث كله عن الحكام وعن العدالة، هذا شيء مهم وجميل أن يذكر به، لكن العدالة التي يلزم بها الحاكم يلزم بها أيضا المحكوم. نعم. والحاكم يأتي على مستوى البشر. صحيح. العنصر البشري. نعم. طبعا هو ما من الجن ولا حينزل من السماء. صحيح. يعني هو من بين بني البشر يخرج هذا الحاكم. يأتي أحد بجرة فيها ذهب خالص إلى سيدنا عمر، وسيدنا عمر يسجد شكرا لله عز وجل، فيقول: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يرد الأمانات إلى أهلها. قال له: لأنك يا أمير المؤمنين إذا سرغت سرغنا وعدلت فعدلنا. فدي هي القيادة اللي مربوطة بالعنصر البشري. ولا ننسى أيضا الأسواق. نعم. يعني ما يكون الحديث عن الجانب الروحي والتوكل على الله والأرزاق، كما أقام النبي دولة الإسلام في المسجد. نعم. وأيضا نظم الأسواق. والآن المجتمع المسلم يؤتى من قبل السوق. صحيح. الاحتكار، يعني بالاقتصاد، الربا. نعم. الاقتصاد المنهار لا يقيم دولة. صحيح. ومن لا يملك قوته لا يملك قراره. نعم. يعني الدولة الإسلامية، نحن ما نتحدث عن السودان ولا مصر أو غيرها، دولة إسلامية بمعنى إسلامية لابد أن تكون قوية وأن تكون مكتفية ذاتيا. صحيح. ومن أول السورة التي أنزلها الله على رسول الله سورة المطففين. نعم. حتى نقيم بين الناس وزنا وعدلا وكيلا. نعم. الآن المصلي في الصف الأول
هو المحتكر لهذه السلع. الآن من يأتي من الحج والعمرة هو الذي يتعامل بالربا، وده هو اللي بيخزن السلع التي يحتاج إليها المواطن، وأصبح الدين عندنا من زاوية والدولة كذلك من زاوية. والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أسأل الله التوفيق والسداد. ومش خارج النص أقول في بداية العام الهجري نحن متفائلون، والأمة الإسلامية أيضا يحزوها التفاؤل وكذلك النظر المستقبلية، وعلينا أن نجد أكثر وأن نربط أحداث الهجرة بحياتنا العامة، وأن نرتبط برسول الله عقيدة وشريعة وأخلاقا، وحياتنا كلها برسول الله شعرا ومدحا ونصرا عليه الصلاة والسلام. شكرا لك دكتور صلاح الخنجر. دكتور عادل، يعني نحن في ختام هذه المساحة وفي بداية عام هجري جديد، دايرين لنا دعوة يعني نأمن معك وكل المشاهدين، عسى الله سبحانه وتعالى يعني يبدل حال هذه الأمة إلى حال أفضل بإذن الله. آمين آمين. اللهم لك الحمد يا ربنا كما يليق بجلال وجهك الكريم وسلطانك العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستزغى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله. اللهم زدنا حبا في حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا إياه. اللهم وفقنا لما فيه رضاك واقطعنا عن كل شيء سواك. اللهم أملأ قلوبنا من حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجى، ونتوسل إليك اللهم بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين والسامعين مطلبه ومناه. اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح الرعاة وأصلح الرعية، اللهم بدل حالنا في هذا العام إلى أحسن الأحوال يا رب العالمين، واجعل هذا العام عام خير ورحمة وبركة يا رب العالمين علينا وعلى أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم هيئ لها وقيض لها أمر خير وأمر رشد يعز فيه الأولياء ويهدى فيه العصاة والأعداء يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على كلمة سواء، وارفع عنا البلاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. أقض حوائجنا وحوائج المسلمين جميعا يا رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. شكرا جزيلا، تقبل الله منا ومنكم دكتور عادل حسن حمزة، شكرا جزيلا على وجودك معنا وهذه الدعوات، ربنا يتقبل بإذن الله ويستجيب. دكتور صلاح الدين الخنجة، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، كتر خيرك. وأيضا يعني شكرا جزيلا لدكتور الأمين الجاك المنشد، كان يعني رفيقنا في هذه المساحة وقدمت لنا يعني أجمل المعاني وأعطر الكلمات في يعني ذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقف من الهجرة. بنشكرك، ودارين منك أيضا مساحة أخيرة ويعني شودة أخيرة نهديها لكل المشاهدين ونعيد لهم بها بمناسبة العام الهجري الجديد، ويعني مواقف جميلة عشناها في هذه المساحة، ونحن بنسترجع مشاهد من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير، وكل عام والجميع بخير. أنت بخير، بارك الله فيك. نختم إن شاء الله بقصيدة الجذع وقد طلبت منا، الذي حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أبدي المنبر، والعلماء يعلمون ذلك وكل الأمة المحمدية. لله جذع مغرم وجزوع نالت به شرف الجنان،
الإنسان جذوع حالي كحاله في فراق أحبة لكنني مع بعدهم مقطوع واختار باقية على الدنيا وها أنا ذا بسم غرامها ملسوع يا جذع من أولى وأحرى بالبكاء فلئن هجرت فإنني ممنوع ما زادهاك فكدت شوقا تصطلي من نار بين قد شواك ولوع فغدوت مثل النوق تبكي عندما لفت الصحاب حنينك المسموع قل لي بربك ما رأيت بسيدي لما جرت من مغلتيك دموع أشممت مسكا ضاع من أنفاسه فغدا شذا ذاك الغرام يضوع أسباك طرف أكحل ومزجج أم ذاك ثغر واسع وضليع أأقام شوقك يا جذع أأقام شوقك ثم لم يقعده منك جماله وقوامه المربوع أم أنه قطع الحشا لما مشى فغدوت تشكو هجره وتذيع أمشاقك الوجه الملثم بالضياء والنور يخرج منه وهو سطوع أمشاقك الوجه الملثم بالضياء والنور يخرج منه وهو سطوع فكأن طلعته إذا اعتجر العمامة بدر تم تم منه طلوعه النبي كأن طلعته إذا لبس العمامة بدر تم تم منه طلوع وإذا توسط للصحاب فظاهر النبي ظاهر بوضاءة وعلى الجميع خشوع من هيبة لجلاله ومن البهاء زان المهابة ثوبه المرقوع وإذا تكلم إذا تكلم النبي بانا بين مفلج نور وقول جامع وبديع متكفئا في غير تيه إن مشى فالخطو منه محكم وذريع متواضع رقع الثياب ونعله لم يخلو منه الخصف والترقيع يرعى كما يعلو ويعلف دابة يمشي
ويجري تارة ويبيع ويجالس الفقراء والصبيان والمرضى يشيع إن دعا التشيع ما عاب قط مجالسيه ولم يرى فعل له مستنكر وصنيع وتورمت قدماه فاشتكت الدجا شكرا يناجي والأنام هجوع الشهر والشهران لم توقد له نار النبي لا توقد له نار فيعصب إن توالى الجوع وهو الذي رفض الدنا وقد ارتضى عيش الكفاف يقات ثم يجوع النبي يجوع يا ليتني أجذع كنت لحاك لما ضمكم صدر هناك وكيع تالله تلك لضمة لو نالها إبليس ذاك لآب وهو مطيع ما أنت وحدك يا جذيع من اكتوى بلظى الفراق وكاد منه يضيع هذا الذي فجأ الصحابة فقده فبكاه جهرا شائب ورضيع وعلى الحنين وناح من فوق الثرى والكل من هول النبى مفزوع حتى احتواهم نور طه وضمهم فانفض روع واطمأن مروع لما سرى النور البشير مبشرا ما الموت إلا نقلة ورجوع فحياته خير كذاك مماته خير فلم يسقط به تشريع النبي حي النبي حي شهيد قائم في قبره يرقى ويقري مبصر وسميع فرط ليفرح إن رأى حسنا ويمحو كل فعل شان وهو شنيع سنتك الجليلة لم تزل شرع الهوى بك كم يلوذ وجيع ما بالعجيب وقد حرمت وصال من تهوى إذا أبكى الفؤاد ولوع فالنوح معهود لدى أهل الهوى عند النوى ما بالبكى تشنيع هذا الذي لم تحتمل أنواره صم الجبال تلين ثم تطيع هذا محمد هذا محمد خير من حمدت له شيم حسان كلها تشريع شرفت بمقدمه وطابت طيبة طابت طيبة وتعطرت مذحل فيها ربوع